السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا اولاد، رجعنا لكم اليوم فيديو جديد. الفيديو هذا يا جماعة الخير جاي لكم تجميعة يعني سعرها رخيص، قيمتها 2000 وكسر، راح تشوفونها ان شاء الله بالفيديو. بداية المقطع يا جماعة الخير لا تنسى تسوي لايك سبسكرايب وشير للفيديو اذا عجبك وعجب اخوياك. شوف اذا احد يبي يلعب بي سي او شيء، هاي تجميع ان شاء الله مع الشحن مع كل شيء واصل عند باب بيتك ب 2000 وشوي. طبعا تجميع تشغل لك مثلا فورتنايت، تشغل لك ببجي، تشغل لك الالعاب هذه ريمبو، شغل لك ليج اوف ليجندز، شغل لك معظم الالعاب يعني بشكل عام، ودقه حقتها من هاي الميديوم وتنزل احيانا لو، لكن شغل لك بنسبه 90 او 95% من الالعاب. فما بطول عليكم اكثر من كذا واخليكم مع الفيديو. فنبدا يا جماعه الخير، اول شيء عندنا هو كرت الشاشه. كرت الشاشه عندنا اللي هو EVGA، اللي هو GTX 1050. الاسي هذا معناته انه قابل كسر السرعه، هذا اللي اعتقد يعني. طبعا في مروحه واحده 2 جيجا او 3 جيجا معلش عذرا، اللي هي GDDR5. اعتقد انه شيء ممتاز، يعني مو 2 جيجا 3 جيجا زي ما مكتوبين عندك. وميني شكله صغير يدخل عندك باي كيس. فنشوف الشيء اللي بعده عندنا اللي هو انتل i3 8100 يا جماعة الخير، يشغل معظم الالعاب. اصلا في الالعاب يا جماعة الخير تحتاج انت فقط قوة كرت شاشة، وتحتاج مثلا تاخذ معالجات يعني او نقول من الاجيال الاخيرة عشان تكون النواة عندها سريعة شوي وانها تكون تمسك معك. يعني مثلا عندنا النواة الواحدة سرعتها 3.6 جيجا هو الجيجا هرتز. طبعا هالكرت غير قابل لكسر السرعة لانه بدون الكي. اي كرت انت اللي تبغى تشوف انه يكسر السرعه ولا لا، اذا كان في علامه الكي معناته قابل كسر السرعه. فهذا قيمه الكرت، قيمه معلش مو كرت، قيمه المعالج 487. نروح اللي بعده اللي عندنا اللي هو المذر بورد من شركه MSI اللي هي الزد 370 اي برو. طبعا الزد 370 فيها مليون نوع زي ما تشوفون، لكن الاي برو تقولون انها البيسك حقتها وارخص شيء. طبعا المذر بورد ترى قويه، تدعم الجيل الثامن من معالجات انتل، توصل عندك الرامات سرعتها الى 4000. السرعه حقتها تعتبر سرعه يعني عاليه يعني تدعم على المذر بورد. طبعا فيها اللي اخذتكم فيها جديد اللي هو ب 450 ريال قيمتها جديده، فيها اللي هي المعاد تصنيعها ب 262 ريال. هذا ما وصلت، لكن بشوف بتاكد هل هي تدعم الرامات 64 و32. لكن اعتقد الى 64 يعني اذا ما خاب ظني. الى الان ما هو مكتوب هنا ولا هو مكتوب هنا، ما اعتقد انهم اعطوا منش الشيء ذا، لكن لو فتحت الكرتون راح تعرف كم بالضبط. لا اله الا الله، يعني شوف هذا اللي فيها، يعني تدعم 6 فانز، فيها دي سي بي دبليو ام مود، الفول فان كنترول، تقدر تحكم بالفان من عند المذر بورد، فيها الواتر كولينج تدعم حتى الواتر كولينج لو تحط عليها تبريد مائي. فتعتبر شيء خرافي صراحه المذر بورد دي، وسعر رخيص جدا يعني 450 اعتقد على ام اس اي، ممتازه جدا. فنروح الشيء اللي بعده عندنا اللي هو الرامات. عندنا الرامات اللي عندنا جماعه الخير 8 جيجا رام من شركة اللي هي تيم تي فورس، معروفة تيم جروب يعني كصنع الرامات. طبعا سرعة الرامات دي ار 4 2400، ما ركزنا على السرعة واجد لان المعالج اللي عندنا انتل، معالجة انتل ما تعتمد بشكل كبير على سرعة المعالج بعكس معالجة الرايزن. فهذا اللي عندنا من هذا. طبعا اللي بيدعمه 16 يكمل 16 يزود عليه 200 ريال، لكن انا حطيت 8 للبيسك اللي بشغل العاب بس على السريع. هذا اشغلنا لطنطن ما ادري وشو صراحه، لكن اشوفه بعد الفيديو هنا. طيب عندنا اللي بعده اللي هو التخزين. عندنا اللي هو من شركه دبليو دي بلو، الهارد ديسك بلو. طبعا دائما احرص انك تاخذ مثلا البلو او فوق، اللي هو عندك البلو او بلاك او حاول تاخذهم، لكن عندك مثلا الجرين. الجرين تقريبا اذا ما هو زي قيمه البلو بيصير ارخص 3 ريال او 5 ريال تقريبا الى 10 ريال نتكلم، لكن السرعه ترى في فرق بينهم. فحاول انك تاخذ دائما اللي هو البلو، دائما الهارد ديسك البلو، يعني هو كبيسك افضل شيء. طيب نجي عندنا الاخر شيء يا جماعه الخير، عندنا اللي هو الباور سبلاي، هذا اللي يعطي الجهاز عندك الكهرباء، ويعني لو بتضيف عليه مراوح ار جي بي بتضيف اشياء حلوه، ما زال انه راح يدعمك ان شاء الله اللي هو 450 واط. اللي هو الباور سبلاي يعني كافي وزياده باذن الله، لو تركب عليه الى اغلب الاشياء راح يعني لو تطور التجميع هذا مرتين راح كافي وزياده يعني.
فجماعة الخير نشوف قيمة التجميع هذه كاملة ست قطع عندنا، هذه قيمة ست قطع عندنا ب 1925. حلوين حلوين، هذه الضريبة وهذا الشيبينج اللي هو هنا الضريبة وهنا سعر الشحن، كامل طلعت كلنا 2098 ريال 21 سنت او 21 هلله مو سنت. فتقدر تقول 2100 قيمة التجميع كاملة وصل عند باب بيتك، فاعتقد ان السعر جدا حلو وسعر جدا رخيص، والتجميع هذا باذن الله ضمن لك انا تشغلك معظم الالعاب او نقول 99 او 98% من الالعاب على حسب الدقه اللي انت تحطها، من هاي الميديوم لو على اللي تحطه انت، لكن بشكل عام شغلك كل الالعاب. يعني اللي بيلعب مثلا يقول انا والله ابي بي سي مثلا بلعب مع اخوياي، بلعب مثلا ببجي او بلعب مع اخوياي مثلا فورتنايت كلهم على البي سي، فهذا اول شيء عندك انه سعره رخيص مره، مع انك تقدر فورتنايت تلعب على البي سي من البي سي لل مثلا الكونسول، لكن نقول مثلا اي لعبه ثانيه. فإلى هنا جماعة الخير خلص الفيديو حقنا، يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، لا تنسون تسوون لايك سبسكرايب وشير للفيديو إذا عجبكم، وإذا ما عجبكم الفيديو سووا ديسلايك للي يعجبك، لكن يا ريت تقدرون التعب وتشرون الفيديو وقربنا نوصل 3000 مشترك. جماعة الخير باقي أقل من 200 مشترك، فبدعمكم إن شاء الله نقدر نوصل يا جماعة الخير. كان معكم باسل من قناة يسوكا، السلام عليكم.